لحن أنصاري دونا قطبضي مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن شيخ محمود وكجديه برلمان كفدرالية الصومالية ما أنت أو أي تهايشن يتبان كبشكوب يتبنات لبعض كن لبيع لبعضن كا أدبان أفيرين دونا قطبضاسي يدان كوروريج دونا محاكرون سياسيا محاكب بين انت عاصي وان ايجي دونا لكن ورق كوبان هدي ان اقلنو وحاربنا انا شاقنو لبا قضب او قطركو الشعب كصوماليات مارك اقوه الرئيسا ارك الشباب تكتيقي ويبدلين بقالها كونتوينك اما اكاونا دي ايلهايين او دن فرسمك لي كانين او يبدلين فرسما داسنا وحا وكيل اوغا اه مهد صلاة او اه تليها النساء اكاونا دا ان اي كفرتان مقع الدولة دا اي هاد اوريجيين تصالي ان اي استعمالان مقعية دا وسيرة دا حكومة فلنت فدرال الصومالية وسيرة مقعيدو ده إن أكاونا أي كفرطان تاسنا وحا وكيل أغا أه مهد صلاة قضب كاسي ساقا أه هل كاسي أيان كدينيا حقيقة ديسي سيدو كالي مقالة مقدشو سوقية دواوين إن أي قبان أي قرشايستين حكومة الدمو الجديد سوقية برتلماميت كأني جبان وسوق بكارها سوق سوق بعاد سوق حمر وين كيالة إيو كان سوق بعل كيالة سببت اللو جبا يمحيت هاي سوقية داسي يانا وكيل كأه سوقية داسي وحا وكيل كأه جبتان كودة مهد صلاة صوبت اللو جباين وحاوية دولد دي نقالي ويدي مدحوينة افكي سوكاك شيقايا سيد نقال الله هلو درادد ايا سوقية داسي اللو جبايا بلد كوالا سعونا اياو بيسا مطالو سيد لكن سوقة دي لقبو العقلو هلي كرا سواشا ساي سوي ديني سا قد ديان دي سينا قد ديگا ايان دي سينا تاكولا دا ايه قرمتك وحان ام لينا ايه وحواكوش ايه قرميل لقوبة ايه سك فيو دايسا اقر شايسان ما هن مستقبل فك هاد دي افكينا الهي اوسان كوبت بادين والا قي ابا هاد دا افكينا الهي انو نقو فرانا ايه دادك مساكين تا اه لارابا سوقو دا ان لقوبة وليبا تاسي وحا قربتي لي ورقاد دا ارقاق حسالة ديركا ayaa aadan madoob loo geeyay warqadaasi ujeedkeedu wuxuu ahaa hadii baarlamaanka uu baas gareeyo xasan inuu ku yimaado dad uu ku soo diro adoo gurigaaga jooga inay ku dhahan gurigan saaxib nagu wareejiyay ka bax waa diiday bab al shabaab aata warqadna lagu kor saaro maxkamad ka hadli kartaana aanay jirin sharciigaasi argagixisa la dirka sharciyo dhowr ah lagu daray baarlamaanka loo dhiibi rabay لكن هذا المدوب الشرعي شرعي اي اد كودن كاسوها كينا وفشلين يعني واللي بتاسا كدرنا الله سوق يضا ميت كميدا حتى الدين لقبو وحالا ديه ربا حدنا كاقسي درن مكري اي ديجينا كل شيء قد مجديد اسلام بوش شاه كوكاريسا او شاه ليا بوش شاه كوكاريسا او شاه ليا كورنتا كتلطي ايا دب كان او كتلشي ساسي صوتان هدو اذا عدها شعب كساسي وشيك ربان صوماليا وجاده لما كانت دم القشاشة اما بين صدى اما الرميستا لو بل هاد كدب ماهن سيدا يقرشايين ما ملك الله وطا بل هاد كدب ماهن وحي ربان مال مجدهود الى فوليان انا قدات داي كما ديكرو هدي وحي ان فشلين فشلين وحالا يابا الى جدال ودجان لكن قرشود وسيداسي دم الجديد قلت لك waxaan rabaa inaan ka gudbo afartaas suuqa ugu weyn waxa ku lamaanan madax jabinta in la saaidiyo
حنون صدان ضدكو ضدكو إني حنون صدان ضد بدن الله يو بستول الضياش أي ضد بدن الله يانا ولا سودجي وحي درنان الله يدولي بمركة شرعية أرجع السلا دير كاميش الصادقة علاش بيها قبل كشبع الله هو سئ ميلان وحا لغو أفضوبتي أو لغو حري شيخ مصطفى عانود أو ولا شيء مريحان شيء قاس الصوفية شو لا ضوضاء مر والبا كتابك إلهي وأوص الرياب ولها وحن كتابك إلهي آهن لقو محو قو منطمي كرو لها ليه جري بريو وآمصي لكن أيان لو ويد بامر لقى هذا الشيء كدب نوا الحري يا كهذا الشيء بدكو إنه يقعدان واي نكاس إنت لو تجي سيدا نقو مقالة سقر سودية قري لقو قبطي أي نيسا كو قبطي بقى وحال ويري صاحب هذا النو هذا رجل أما الضوط قل سي وضل لو قد نكتو إن لو قبط وحانو ملينا يا محاضرة إنو جيدي أما الضوط أو قلي مركز كدب بقى لحراي هرطة مصطفى عانوت سيدا صور نجسو جاري النجا سردون كان ونوش ونوش عين وعن ربعين أنا أقعد بمركا قد بدي مدحوينها الصومالية مدنى حسن شيخ محمود قد بدي سينا فيرنا مدحوينها دور قدوب أيو كهدلي وحاو تلمامي أبارها وحاو تلمامي سرعين تشرعية وحاو تلمامي صومالية وعقارا هل كنت نجيسي صومالي وهشيسة الدنيا اللي هشيسة هي ده تيالي بارلمانكو أماني دقالك على الشباب اللي قلت جروا أماني قبل الله أي كاول قلين بو أماني هل هل بان مركة أطابن دوننا وحان فيرين دوننا أبارها مدحوينها صومالي وحاوي دينينا حسن شيخ أبارها هرتا أديقونا لقو دوران بي جيرين مركة معارضك أهي محاد أبارها وقهد لي ويدي وقضب قضب كاللبات مدحوين النقطي أباري هدات كهد ليسا صوماهن أوكي لح بلوت كدب أبارها مركة هدات كهد ليسي كهر كنتينر معاونا لكيني قرح يبقارها كوكو جران يهب كنتينر دي معاونا دا أديقي إرقيقا قاركا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي كنتينر دي حقيقة يسين بقول يا سمتي كنتينر dadkii waa baxdeen baydhabo waa isku soo sawirteen gedo waa isku soo sawirteen ee galmudug meel walba macnay dadka masaakiinta waa isku soo sawdeen laakiin wixii la idin soo siiyo ama carab ama xajam gaali islaam xaqiiqeyseen meel baad ku xareysan containerada waxaan ka warhelnay in containeradi faaruq ay noqdeen masaakiintina aan la seenin oo karaton aad ku soo gurateen macaawinadi bakaaraha iyo suuqbaxeedna aad ku daadiseen marqaatiga nool shacabka u jeeda oo miciishada ku kacday maanta loorka briiska ah $80 ama $90 si cagcagaynaay marka su'aasha aan ku weydiinayo waxa weey abaartan hadda aad afka ku dhufanaysa wixii la idin kugu soo dhiibay bilooyin ka hor yaad siiseen masaakiintu waa isku soo sawirteen containerada faaruq waa kulli containeradii faaruq waa waxa kuma jiraan sidii loo dhigay karaatoona lagu guray wixii ku jiray suuqyadana waa la geystay adiga qaybsaday damul jidida xagee geysay horta abaarta mashruuc waaye madaxweyne roobkana waa habaareysin daraad waxaan rabaa sareynta sharciga uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya sareynta sharciga hadaa ku dhaqmaysid ciidamada qaranka Soomaaliya oo December lagu dhiibay dawladdi ka horeysay ee farmaajo uu joogay meesha dawlad dhameystiran kaasada 100 milyan ka badan ay ku jirto system isku toosan نصيب كعاد يلطي بربر كان مدحوينا يا شي ملي شيخ شريف مركو ماشي إيمانا إيمان فارق ويمادي عبد الله يوسف ساك حدو كب اللاضي علي مهدي لك ذلك سيدو كالي ماركي سي فرماجو ماركي أديق أكتك تي ماشا ميل أديرتي ويمادي عبد القاسم لك ذلك ميل ساك حدو ويمادي أديق دولة كوردسان صدن كاسان نكان نصيب بدن ملي أيا لقودي بي سرينت الشرعي قد إلى لنيسي عيدا مضي قرن كصومالي أو كوردسان انتاد قرب مرتي أياد واحد معني قبيل أباب شيبة دقال قليسي ملحوين السرينت الشرعي قد إلى لنيسي محيطها وي
gudi dhaqaalaha dhisnaa isla xisaabtan baa jiray adduunyada qaab wixii dhisnaa lugta ku dhufatay batrool baan samaynaa baa dhaadi reerkaagaa keentay meeshii oo dhan shidaalka soomaaliya ha la qodaa tiray amnigii oo aan la sugin haye ciidamo ayaad imaaraad iyo masar aad damacday inaad u qaado taliyihii ciidamada xoogga aan ogeyn waad garab martay hubkii qaranka madaxweynihii oo taagan dalka ilan haddaad maqan tahay aadan madooba madaxweyne ka ah ayaad macnihii qabiil ahaan u rartay reerkaaga ayaad u qaybisay galmudugaa laga dejiyey cadallaa la geeyey ciidankii qarankaoo taagan ciidanka qaranka ma uunsi baa lagu shubanaya marka maxay qabanaya marka saraynta sharciga madaxweyne xasan shiiqow aa ka sheekaynaysaa maxay tahay ibar wixii oo dhan badaaba khilaafay way xukuumad baa dhistay maamul goboleedyadii dalku waa federaal lama aadan tashanin adigaa qorqortay dhagdhagdhagdhagdhagdhag waa ku dhawaaqday what kind of saraynta sharciga qodobkaasi saraynta sharciga waanu ka gudbaynaa isagana madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi soomaaliya oo heshiisa oo adduunka la heshiisaan rabnaa madaxweyne halku dhegaasi adigu ma ka macsiyaysataa goormee kugu dambaysay macnihii marka aad u baahatid warka uu kaa dhumo baarlamanka aa hortimaaday maanta horta ilaahay maa ka cabsataa mise baarlamankaa ka cabsataa aniga aadana waxaan aaminsanahay baarlamanka in ilaahaaga uu yahay haddii ilaahay aad uga cabsan lahayd sida baarlamaanka hadda aad uga cabsanaysid madaxweynuhu soomaaliya oo dhan cagaar bay noqon lahayd sidaa sheegaysid madaxweyne soomaaliya cagaar bay ahaan lahayd ilaahay baa na dilaayay way marka maxaa noogu sheekaysay marka halku dhegaaga soomaaliya oo heshiisa dunida la heshiisa imaaraadka markaa aadaysay kooraa noogu dambaysay kadib kaama aynan maqal maantaan haddana kaa maqlaynaa marka waa ka macsiyaysanaysaa soomaan halku dhegaaga xataa kuma kalsoonid waaya madaxweyne waxaa tilmaantay soomaaliya oo cagaaran cagaar goormuu imaanaya dhiigaaba qubanaaye mashruuc n g o baa ka dhigtay cagaarka maxay tahay qabiilaaba hubaynaysaa qabiilaadkaad isku diraysaa second madaxweynaha soomaaliya wuxuu tilmaamay waxaan u tacsiyadaynayaa dadkii ku leeday soobe madaxweynihii dalkaa tahaye soobe iyadoo dadku dhiiggooda uu qubanaayo madaxweyne waa ka dhooftay xataa uma aadan